بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئا بذلك أهنئ جمعية الإكام على هذا النشاط، والنشاط البديع، وأتمنى لهم لرئيسها وأعضائها ومخرطيها كل التوفيق، وسيجدون منا إن شاء الله كل الدعم وكل المرافقة، لأن ما نراه اليوم هو دليل قاطع على بذور التضامن وبذور الخير التي بدأت ولا يعني تزرع وحال قطفها كذلك. أود كذلك أن أتوجه بالشكر إلى كافة رؤساء الجمعيات الطابع الاجتماعي، الأستاذ جيرار وكل الحاضرين، يعني الجمعيات الناشطة في ميدان التضامن، وكذلك المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع التي أبرزت من خلال نشاطاتها يعني مدى تكفل الدولة الجزائرية بكافة الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد شاهدنا مع بعض أين وصلنا بهذا التكفل. أصبح الطفل معاق يغني ويرقص ويبدع، وكثيرا من الأشياء شاهدتموها. وفي هذا المقام أريد كذلك أن أتوجه بالشكر والتقدير والاحترام كذلك إلى فاعلي الخير والمحسنين، أزف لهم كلمة بارك الله فيكم، لأن هناك كثير من الخيرين والذين يساعدون القطاع بدون هوان، ويأبوا أن تذكر أسمائهم أو يريدون أو لا يريدون تشهير بطبيعة الحال.